مع انهيار العملة، مجلس الوزراء يناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية يكرم زورق الدوريات عدن ومجموعة من الغواصين. محافظ حضرموت يتفقد العمل بمسارات الطرق الجديدة وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بالمكلا، ويتفقد أعمال استكمال مشروع تحويل مسار الصرف الصحي بجولة الكتاب. الوكيل المساعد بضاوي يدشن ورشة عمل بناء قدرات مدراء وممثلي السلطات المحلية بالمديريات في إعداد الخطط التنموية لاستيعاب تمويل المانحين. مصر تؤكد مواصلة جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.